ليش ما رديتي على تليفوني امبارح؟ كنت ساخنة. سلامتك. تعبانة انه لدرجة انك ما تردي على تليفوني؟ مالك بالعادة يعني. على شو عم تحاسبني؟ انا ما عم حاسبك. ليش هيك صاير عدائية؟ صاير شيء انا ما بعرفه؟ في شيء؟ استاذ يونس بعتذر منك، بس عندي شغل كثير غير اني رد على تليفوناتك كل نهار. منك قضيتي الوحيدة. مظبوط، مالي قضيتك الوحيدة. مالي قضيتك ابدا. معك حق. مشان هيك انا جاي لعندك. ان شاء الله ما عاد بتشوفي وشي نهائيا كمان، بركي ترتاحي. جاي خبرك انه اهلها قرروا يسلطوا حقهم الشخص يعني، وهيك ما بتقدري تشوفي وشي. وليه ما بتقول اسمها؟ مين هي؟ مين غيرها؟ تمارا. بتعرفيها؟ أنا بدي أعرفها؟ وين بدي أعرفها؟ ما بعرف. عن جد ما بعرف شو بيعرفني. أنت تصرفاتك أنت هيك بتقول. بتعرفيها؟ خلص. كلها مرة واحدة شفتها بالمؤتمر الصحفي تبعك وأنجأ متذكرة شكلها. أنت اللي بتعرفها مش أنا. وبتعرفها كثير منيح. أكثر مما حدا بيتصور. أنا رايح. بشكرك على كل شيء عملتيه معي.